ارتفاع درجات الحرارة في مراكش كيخلي وزيريا قبلة ساكنة مدينة مراكش والزوار ديالها. داك الشيء اللي خلانا نفكروا على امتداد 10 هكتارات في مجموعة من المرافق الترفيهية اللي كا لو ميغ ديسكالاد لي توبوغون لا بيسين افاك بيسين كالم، وخصوصا درنا النساء المحجبات اللي ما كيقدروش يعوموا اون بوبليك خصصنا لهم واحد التوقيت وفي لا بيسين كوفير. بالنسبه للسلامه ديال الزبناء ديالنا، فاحنا خصنا طاقم كيسهر على السلامه الجسديه وكذلك طاقم كيسهر على جوده المياه. كما كتعرف مراكش راه فيه الصاد وسخون، و على كوز تاع لي فان دي كونترول راه بينا نجيو نتسلاجو شويه كما كيقولوا. صافي كنفضل نجي لبيسينات كبار فيهم مساحات خضراء بحال هكا كما كتشوف. لي طوبوغون كاينين بلايص كالم الا بغيت الكالم. المهم كلشي متوفر هنايا، الكونديسيون فافورابل باش انت تسلاجاو وتساميزاو عاد تبدل الجو شويه. مع عرفتو الصوت في مراكش وداك الشيء كنجيو هنا نتبردو شويه ونضحكو مع لي طوبوغون داك الشيء شويه هكا وشويه هكا. بالنسبه للاثمنه؟ لا الاثمنه مناسبه، زعما فاش كتخلص هذوك الفلوس كتلقى باللي البلاصه اللي كتدخل ليها كتستحق زعما داك الشيء. تنجي لهنا جيت مع الدراري زعما باش نشطو، كاين لي طوبوغون كاين كلشي مزيان من ناحيه الانشطه ومن ناحيه كلشي داك الشيء منظم مزيان، وتيكونوا لي زوغيغ تاع مثلا كل حاجه تتكون عندها لوغيغ تاع مثلا بحال بيسينا فاك داك الشيء تيكون داك الشيء اورغانيزي مزيان. ومن ناحيه زعما لي طوبوغون راه كما قلت لك اورغانيزي، ولامبورطون علاش تنجيو لهنا كنجيو على قبل ان كاين دابا مثلا زعما خصك تو فو تاميزي، وسيرتو حنا في مراكش ما كاينش عندنا البحر ولا شي حاجه، ضروري اون فافنيغ لشي بيسين يعني مزيانه لينا حتى حنايا. صافي C'est un parc franchement qui est bien noté sur internet, donc ça nous a donné envie de venir quand on est arrivé ici à Marrakech il y a quelques jours. Et on est arrivé il y a moins d'une heure, franchement on passe un bon moment en famille, donc c'est superbe. C'est bien aussi pour le peuple marocain qui peut aussi profiter de bons moments en famille, ici directement sur place. باغ رابور لوطخ كاين مساحة قليلة، بنادم خاصو يتحرك شوية، راك عارف صيفو العباد، راك فاهمني فهمتيني.